إيمانا وإدراكا من هذه الحكومة بأهمية أن تكون للبلد خطة تنموية بمسارات وأهداف واضحة قابلة للتحقيق. العمل على إنصاف جميع العراقيين ضمن مهمة كانت ولا تزال هي الأساس في عمل الحكومة، حكومة الخدمة الوطنية. لهذا ثبتنا في البرنامج الحكومي التزاماً بدعم المكونات العراقية التي لا نريد أن نسميها أقليات، لأن العراق غني بوجودها فيه. يهمنا كثيرا أن ننشئ مطارات وفق المواصفة تعتمد المعايير للمنظمات الدولية وتكون نافذة للعراق مع المنطقة والعالم الخارجي. هذا التوجه يأتي ضمن تسمية هذه الحكومة التي تبنينا تسمية حكومة الخدمة، والخدمة تقتضي أن تكون حاضرة في كل وقت في كل مكان، لا تقتصر فقط على الخدمات الأساسية المطلوبة من قبل الدولة ومؤسساتها بالشكل الاعتيادي، وإنما طبيعة المناسبات والشعائر الدينية لكل الأديان والمذاهب لكل مكون وما يتعلق به من خصوصية، يجب أن تكون الدولة حاضرة بخطط وببرامج وإجراءات توفر كل السبل اللازمة لهذه المناسبات. واحد من أقدم المشاريع المتلكية في كل القطاعات مو فقط الكهرباء، من 2004 كان العقد الذي تم في نهاية 2022 أتذكر. رغم الظروف الصعبة، الأجواء، الحرارة، كذلك التعقيدات الإدارية القانونية الإجرائية، الحمد لله اليوم تمكننا من إكمال تشغيل هذه المحطة 320 ميجا واط.